design of eccentric footing. بسم الله. المرة دي إن شاء الله هنشرح إيه design of isolated footing due to eccentric load بس تحت تأثير reversible moment، يعني إن القاعدة بتاعتي عليها عزم متغير الاتجاه، زي مثلا العزم الناتج نتيجة أحمال زلازل أو أحمال رياح. بالتالي يا شباب لما أجي أصمم حاجة زي كده أصبح عندي مش من المنطقي أو مش من الحكمة إن أنا أعمل ترحيل للعمود جوه القاعدة على أساس إن العزم هيجيلي من اتجاه معين وأتفاجئ إن العزم راح مغير اتجاهه. مثلا أنا كنت عامل حساب إن العزم هيجيلي كده وعملت ترحيل للعمود اللمة دي كده تمام وصممت القاعدة وبتاع، وبعدين اتفاجئت مرة إن العزم راح جايلي بالشكل ده بالشكل العكسي كده. فبالتالي في الحالة دي يا باشمهندسين طالما هصمم على reversible moment هصمم على non uniform stress. في الحالة دي هصمم على non uniform stress، يعني الإجهاد تحت القاعدة مش هيبقى إجهاد زي ما احنا كنا متعودين كده متساوي في على مكان من مساحة القاعدة، لا هيبقى في حتة فيها إجهاد زيادة عن حتة تانية. طيب القانون العام اللي احنا بنشتغل بيه ايه يا باشمهندسين؟ سهله جدا. احنا كان عندنا يا باشمهندسين فورس بي، عندنا قاعده مأثر عليها فورس بي وبيأثر عليها ريفرسبل مومنت مقداره ام. فالبديهة او اول خطوة بالنسبة لنا هنعمل ايه؟ هنحسب قيمة الاكسنتريستي اللي العزم ده هيسببه، عبارة عن ايه؟ زي ما احنا عارفين الام على البي. طيب يا باشمهندسين احنا من الفيرست برينسيبلز كنا لما بنيجي نحسب النورمال ستريسز قلنا كانت النورمال ستريسز دي النورمال ستريسز كانت مصدرها حاجتين زي ما احنا خدنا في استراكشر اولى مدني ترم تاني، يا اما تكون مصدرها بيور مومنت يا اما يكون مصدرها فورس كومبريشن او تنشن مؤثره فين في السي جي بتاعه القطاع. طيب لما كنا بنحسب الاستريس نتيجه المومنت فقط لو اي قطاع في الدنيا عليه عزم فقط كنا بنقول ان قيمه الاستريس اللي هيجي عليه عباره عن ايه؟ عباره عن قيمه العزم في بعد السي جي بتاعه القطاع بتاعي. لو مثلا القطاع كده وعندي بيأثر عليه عزم كده فكنت بقول ايه ام في واي اللي هي كانت نص القطاع دي على المومنت اوف انرشيا اللي بتقاوم العزم ده، وكنا عارفين ان العزم الناتج من المومنت بيعمل لي كومبريشن في حته وبيعمل لي تنشن بنفس القيمه في حته تانية. تمام ده كومبريشن وده تنشن. طيب الفورس يا باشمهندسين زي ما احنا عارفين من قانون الاستريس العادي ان الاستريس الناتج عن اي قوة عبارة عن ايه؟ قيمة القوة مؤثرة على مساحة المقطع. لما نيجي يا باشمهندسين انا عندي قطاع القاعدة بتاعي بالشكل ده تمام، لما يأثر عليه عزم بالشكل ده قيمة مومنت ام. طيب احنا متفقين ان احنا بنخلي طول القاعدة في اتجاه العزم، ليه؟ عشان خاطر نريح الاستريسز تحت القاعدة بمعنى اصح كده، فده ال L وده ال B. طيب يبقى المومنت اوف انيرشيا بتاعت القاعدة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ B L تكعيب على 12. طيب يبقى احنا كتبنا ال I. طيب الاريا بتاعت القاعدة دي عبارة عن ايه؟ ال في البي. طيب ناقصنا مين؟ الواي. الواي بتساوي الواي بتساوي يا باشمهندسين ال على 2. طيب لما نيجي نعوض الكلام ده كله هنلاقي ان احنا عندنا قيمة الاستريس هيساوي ايه؟ احنا متفقين
ان الفورس بتجيب لي عندي يونيفورم كده قيمته بيعلى الاريا كل كومبريشن، عشان احنا بنتعامل مع فورس ضغط، تمام؟ فبالتالي هنا كومبريشن مع كومبريشن فبيديك كومبريشن، وهنا كومبريشن مع تنشن يديك بقى زي ما احنا قلنا واحد من الاحتمالات الثلاثه. فبنحسب السيجما، تمام؟ السيجما ماكسيمم او مينيمم. الماكسيمم اللي هي الحته اللي هجمع فيها الاثنين ستريس اللي لهم نفس الاشاره مع بعض، عباره عن ايه؟ جمع يا باشمهندس، عباره عن بي على الاي، تمام، زائد او ناقص قيمه المومنت في الواي على الاي. طيب لما تيجي نصفي كده هتلاقي البي على الاي اللي هي ال في البي، زائد او ناقص قيمه المومنت عادي، تمام. والمومنت المومنت دي كانت عباره عن البي في الاي اللي هي الايه الاكسنتريستي فين في الفورس في الواي يا باشمهندسين اللي هي عباره عن ال على 2، والاي اللي هي عباره عن بي ال تكعيب على 12، 2 فيها 6 مقام، المقام يطلع البسط يبقى 6 تطلع فوق، تمام. ال مع التكعيب يبقى اديك ال تربيع. يبقى هنا كده يا باشمهندسين لما نيجي ناخد بقى نصفي المعادله دي هتلاقي عباره عن ايه؟ هتلاقي هنا بي وهنا بي، يبقى هاخد البي. هتلاقي هنا ال في بي، وهتلاقي هنا تحت كده اهو ال تربيع في بي، فانا هاخد ال في بي عامل مشترك، ال في البي عامل مشترك. يبقى معايا هنا ايه؟ بقى معايا هنا واحد لان اخدت كلها، زائد او ناقص فوق 6 الاي مقسومه على مين؟ مقسومه على ال ال. وده القانون اللي احنا بنشتغل بيه يا باشمهندسين. يبقى اذا القانون بتاعي او القانون العام بتاعي عباره عن ايه؟ يبقى القانون اللي احنا بنشتغل بيه ان قيمه الاستريس ساعات بنسميها سيجما 1 2، على اساس ان سيجما 1 ده هي السيجما الكبيره وسيجما 2 دي هي السيجما الصغيره. يبقى عباره عن بي اللي هي قيمه النورمال فورس على ال ال في البي اللي هي ابعاد القاعده في 1 زائد او ناقص 6 الاي مقسومة على ال ال كده، تمام. سيجما 1 يبقى هاخد الإشارة دي بالزائد، تمام. سيجما 2 هاخد الإشارة دي بالناقص. عرفنا يا باشمهندسين من السكشن اللي فات إن احنا عندي ما يبقاش في مشكلة بالنسبة لي ان انا عندي لو انا بصمم القاعده بتاعتي فبالتالي على نون يونيفورم ستريس، افضل حاله ليا، افضل حاله ليا لو انا اللي هصمم بقى مش عليا قيود وخلاص وهصمم على نون يونيفورم ستريس، ان انا اخلي كل الاجهادات تحت القاعده بتاعتي اجهادات كومبريشن. صحيح قيمه في حته هيبقى فيها سيجما ماكسيمم او سيجما 1 وحته هنا فيها سيجما 2 سيجما اقل، بس لازالت ان كل مساحه القاعده بتاعتي بتنقل احمالها للتربه والتربه شايله الاحمال دي. طيب بس ايه الشرط الوحيد هنا يا باشمهندسين؟ الشرط الوحيد هنا يا باشمهندس ان السيجما 1 دي لا تزيد عن كيو اللوبل سويل. كيو اللوبل سويل يعني ايه؟ يعني لا تزيد عن قدره تحمل التربه. الحاله دي هي افضل حاله مفضله في التصميم النون يونيفورم ستريس. طيب لو انا بقى مجبر أسوأ حالة إن أنا أبدأ أصمم عليها نون يونيفورم ستريس، يعني أنا خلاص، يعني لو أنا بقى ممكن ما أكونش إيه ما أكونش هصممها، لأ ممكن تكون هعمل لها إيه تقييم، مثلا قاعدة كانت موجودة فعلا وأنا لما جيت عملت مثلا مراجعة للديزاين أو كده اكتشفت إن القاعدة ديت إيه عليها مومنت ومش عارف إيه، فجيت أحسب لها الاستريس تحتها لقيت إن الاستريس عندها هنا كده وصل هنا أكبر قيمة وهنا كده وصل إيه على الزيرو، يعني إيه بقت القاعدة خلاص بقت ايه حاجة بالشكل ده كده، دي ايه يعني لقيتها بالوضع ده كده. اما انا لو هصمم ما لا يفضل ان انا اوصل القاعدة ان هنا الاجهاد يبقى عندها بصفر. الحالة دي مقبولة في التصميم مش مرفوضة، مقبولة ان انا ايه كده كل برضو ما زالت مساحة القاعدة كلها بتنقل استريسس للصيد، وهنا برضو ان السيجما 1 دي برضو لا تزيد عن الكيو اللوبل صيد. الكيو اللوبل سويل
تمام، والسيجما 2 هنا بكام؟ بزيرو. دي الحاله لو تفتكروا اللي احنا كنا بنسميها جاست نو تنشن. يعني ايه؟ يعني لسه ما تولدش اي تنشن على الاعداء، او لسه السويل ما شالتش اي تنشن، ما زالت السويل شايله كومبريشن. طيب الحاله بقى اللي لا تفضل في التصميم، خلي بالنا يا شباب ان القانون اللي احنا كنا واخدينه اللي هو سيجما 1 و2 بينطبق على الحالتين دول فقط. طيب الحاله الثالثه بقى اللي هي لو القاعده بتاعتي اتولد عليها تنشن، لو القاعده بتاعتي جيت بحسب الاستريس عليها لقيت ان الاستريس عليها لا ده بقى فيه جزء فيه تنشن. يعني ايه جزء تنشن؟ يعني في جزء من القاعده ده ما عادش بينقل احمال، بالعكس ده هو اصبح عبء على السويل، التربه بقت مشدوده، ودي لا يجوز. التربه احنا زي ما احنا عارفين ان التربه ما بتشيلش الشد، الجزء ده بقى عليه كومبريشن، الجزء ده كده كله، كل ده اللي هو الحته دي كلها كده السويل او القاعده بتنقل احمالها للسويل، الجزء ده بقى خلاص القاعده ما عادش بتنقل احمالها للسويل. يعني الجزء ده كده مثلا من القاعده خلاص ما عادش بينقل احمال للطرب، بالعكس ده بقى عاوز يترفع لفوق. تمام، التربه عاوزه تتشد. طب اتصرف مع ده ازاي في حين ان انت قلت لي يا باشمهندس ان القانون اللي هو السيجما 1 2 اللي احنا بنحسبه ده ما بيتعاملش مع الحاله دي؟ قال لك حاله واحده فقط اللي هي حاله لو القاعده مستطيله، بنعمل ايه؟ بنهمل الجزء ده، وبنعمل ايه بقى؟ بنعمل اعاده توزيع للاجهاد ده على المساحه القاعده دي. ازاي يا باشمهندس؟ بكل بساطه انا عندي الجزء ده اصبح عندي كان عليه شد، طب انا مش عاوز التربه تشيل شد، فبعمل ايه؟ بعمل توزيع للاجهاد ده، ان انا بروح مزود الاجهاد ده شويه اوصله لحاجه بالشكل ده كده. حاجه بالشكل ده كده. تمام؟ لازال برضو ان في جزء من القاعده هنا ده برضو مش عليه اي استرس، يعني الاسترس عليه بقى بزيرو خلاص، يعني انا ايه وصلته لحد هنا كده ده الاسترس عليه بقى بزيرو. طيب الجزء بقى ده طوله قد ايه يا باشمهندس؟ اه يا باشمهندس، او انا لو عندي القاعده اهي زي ما هي، تمام، الفورس بتاعتي في الحاله دي زي ما احنا متفقين انها بتاثر خارج الكور بتاعت القاعده. يعني ايه خارج الكور؟ زي ما احنا كنا واخدين في السكشن اللي فات قلنا ان في حاجه جوه القاعده كده او جوه اي قطاع بيبقى له حاجه اسمه الكور. لو الفورس بتاعتي واقعه جوه الكور ده بيولد لك الحاله الاولانيه من الاسترس، ان المساحه كلها عليها كومبريشن، تمام، ولو الفورس بتاعتي واقعه على اي خط من الخطوط دي اللي هي على الحدود يبقى احنا في حاله مين؟ حاله اللي هي دي جاست نو تنشن. اما لو الفورس بتاعتي واقعه خارج الكور ده خالص يبقى القاعده بتاعتي هي بتولد عليها التنشن ده. طيب فكره الحاله دي اتصرف معاها ازاي يا باشمهندس؟ يعني لو قال لك جاب لك الحاله دي مثلا كسؤال طلب منك تحسب الاستريسز على القاعده في الوضع ده هتتصرف ازاي؟ طيب احنا عارفين ان ده الفورس بي، تمام، تبعه بمسافه اكسنتريستي اي، تمام، هنفترض ان المسافه لحد حرف القاعده دي هنسميها ايه؟ سمول. قال لك ان انت بتجيب الاسترس تحت كده هنسميه مثلا اف ماكسيمم، تمام، بتحاول تخلي محصله الاسترس اللي هو المثلث ده ماله بقى تساوي هنسميها الار الار تساوي البي في نفس الوقت الاثنين يقعوا على خط عمل واحد بحيث نحقق شروط الاتزان الاستاتيكي. طيب معنى ان البي والار بقوا على خط عمل واحد يبقى الار دي يبقى المسافه دي كام؟ المسافه دي ايه يا باشمهندس؟ الله، وده انت عندك مثلث. طيب محصله المثلث بتبقى فين يا باشمهندس؟ قال لك التلت والتلتين من ناحيه القاعده، يعني من ناحيه القاعده تلت ومن ناحيه الراس تلتين، يبقى من ناحيه القاعده لو كانت ايه يبقى من ناحيه الراس تبقى 2 ايه، يبقى المسافه دي كلها على بعضها كام يا باشمهندس؟ يبقى المسافه دي كلها على بعضها 3 ايه. طيب احسب الايه ده ازاي؟ اه مش انت عندك يا باشمهندس من السنتر لاين بتاع القاعده لحد حرف القاعده اسمها ال على 2؟ اه يا باشمهندس، يعني اذا ال على 2 في الحاله دي بتساوي ايه؟ بتساوي الاي زائد الاي. يبقى من هنا تقدر تحسب الايه؟ اه اقدر احسبها يا باشمهندس، الايه عباره عن كام؟ ال على 2 ناقص الاي. طيب
الار بتساوي ايه يا باشمهندس؟ الار بتساوي، عاوزين نحسب بقى مساحة الاسترس ده اللي هي عبارة عن ايه، نص القاعدة بتاعتي اللي هي 3a في الارتفاع بتاعي اللي هو الاف ماكسيمم او سميه كيو ماكسيمم، اهم حاجة اللي انت عاوز تحسبه في مين بقى كده. احنا جبنا مساحة ده، متنساش يا باشمهندس ان احنا شغالين على كامل العرض في البي. عاوز تحسب، عاوز توصل من ده كله لايه يا باشمهندس؟ احنا قلنا ان الار بتساوي البي. انا عاوز اقول لك ان لو عندك الحالة زي دي تقدر تحسب من هنا ان اقصى ستريس ممكن تجيبه قد ايه، اللي هي بعد ما تعمل اعادة توزيع هيساوي ايه بقى يا باشمهندس؟ قال لي هيساوي هنا، خلي بالك دي 2 على 3، يعني ايه لما اضرب هنا تبقى 2 في البي على 3 الاي في البي كابيتال اللي هي عرض القاعدة. من هنا تقدر تعوض يا باشمهندس عن البي بالقيمة بتاعتها، يبقى 2 بي على 3 في الاي عبارة عن ال على 2 ناقص الاي مضروبة في مين؟ في البي. دي الحالة يا باشمهندس لو جابها لك في اللي هو ان انت ازاي تحسب الاستريس لو القاعدة عليها تنشن. بكل بساطة هتجيبها بالشكل ده. طب انت لو بتصمم يا باشمهندس عمرك ما توصل القاعدة بالشكل ده، طالما انت عندك حرية التصميم يبقى انت كديزاينر ما توصلش القاعدة بالشكل ده. نرجع بقى للسؤال بتاعنا، احنا دلوقتي يا باشمهندس عاوزين نصمم القاعدة بتاعتنا على ريفرسابل مومنت. نشوف اول مثال بالنسبة لنا، قال لك ديزاين ان ايزوليتد فوتنج تو سبورت اقلام لود 1000 كيلو نيوتن، تمام، بيبقى ده البي بتاعتنا. اند ريفرسابل مومنت يعني عزم متغير الاتجاه قيمته 200 كيلو نيوتن متر، وكان الاولبل سويل بيرنج كاباسيتي كانت 120 كيلو باسكال، والقلم دايمنشن 40 في 60، وديزاين الالتيميت سترينث اف سي يو 25 اف يو 360. هنا يا باشمهندس هل فرض عليا شرط في تحقيق الاجهادات على السويل؟ الشرط الوحيد في تحقيق الاجهادات يا باشمهندس ان السيجما ماكسيمم لما اجي اصمم القاعده، الشرط الوحيد اللي هو مش لازم يقولهولي ان المفروض اقصى اجهاد على السويل ده اللي هو الكيو ماكسيمم او الاف سيجما ماكسيمم ده ما يزيدش عن الكيو الاوبل سويل. ده الشرط الوحيد اللي هو لو ما قالهوش ليا لازم انا اكون واخده في اعتباري، طالما انا بصمم، طالما انا بعمل ديزاين مش بعمل اسسمنت، مش بعمل تقييم لقاعده بابعاد معينه. طب لو هو باشمهندس مديني في الامتحان قاعده بابعاد معينه، هشتغل على الابعاد دي وهحسب الاستريسز بناء على الابعاد دي. هنا هو ما اجبرنيش على الاستريسز. يعني ايه ما اجبرنيش على الاستريسز؟ انت عندك هنا سيجما 1 وسيجما 2، يعني ما قالكش يا باشمهندس ان السيجما 1 مثلا بتساوي ضعف السيجما 2 او بتساوي 3 اضعاف، لا هنا ما اجبرنيش. هو قال لي ان انا عاوز اصمم على القاعده على عليها عزم كذا ريفرسابل مومنت، تمام، قيمته 200، وان المفروض ان ايه ما زيدش عن الكيو الاوبل سويل. طيب انا كديزاينر قلت ان افضل حاله في التصميم هي مين؟ هي ان انا اوصل القاعده بتاعتي طالما نان يونيفور ان انا اشتغل ان القاعده بتاعتي اللي هيتولد عليها تنشن كلها تكون عليها كومبريشن، تمام. هصمم ازاي؟ نبدا نقول بسم الله. اول حاجه احنا متفقين ايه؟ ان الطول الكبير او ان طول القاعده يكون اكبر من عرضها، يعني ايه ال1 يكون اكبر من بي1، ده شرط احنا عارفينه. طب تاني شرط، طيب عشان ما يتولدش تنشن على القاعده يا باشمهندس ايه اللي يحصل؟ قال لي احنا عارفين ان الفورس عشان تقع جوه الكيرن، احنا متفقين ان الكيرن اهو بتاع اي قاعده، تمام، كان بيمتد هنا كده ال على 6 وال على 6، تمام. عشان الفورس بتاعتي تكون جوه القاعده او جوه الكيرن ده جوه الكور بتاعت القاعده عشان يتولد عليها كومبريشن، لازم تكون ال ال بتاعتي مالها اكبر من الستة الاي، متفقين؟ فهنا المسافة او ترحيل الفورس عن القاعدة ده هو الاي. ما لو الاي بتاعتي دي اقل من ال على 6 معناه ان انا واقع جوه القطاع ده جوه الكور بتاعت القاعدة. يبقى انا عشان اضمن القاعدة دي يكون عليها كومبريشن وان الفورس بتاعتي تقع جوه الكور بتاع القاعدة، لازم اختار طول القاعدة بحيث ان هو يزيد عن الستة الاي. طيب يزيد بقد ايه بقى؟ قال لك بيزيد بمقدار مثلا مقداره 2 اكس، وخد الاكس دي مثلا ب40 سنتي، او خد الاكس دي مثلا اللي هي قيمه الرفرفه اللي احنا بنفرضها بالعاديه والمسلحه، افرضها زي ما تفرضها، تمام، هنمشي زي ما الدكتور فرضها في المحاضره 40 سنتي.
يبقى لازم طول القاعده يبقى اكبر من، خلي بالك، اكبر من او يساوي 6 الاي زائد مين؟ زائد 2 اكس. طيب نبدا نشتغل في المساله بتاعتنا. نحسب البي عند الفاونديشن ليفل هي 1.1 بالبي عند الجراوند سيرفيس يطلع ب 1100 كيلو نيوتن. طيب نحسب الاكسنتريستي بتاعتنا عباره عن المومنت مقسومه على البي عند الفاونديشن ليفل، يطلع عند الاكسنتريستي تقريبا ب 2 ب 20 سم. يبقى اذا نطبق الشرط اللي فوق، قال لك ايه؟ ان ال 1 لازم يكون اكبر من او يساوي 6 الاي زائد 2 اكس. لما نيجي نحسبها 6 في 2 من 10 تديك 1.2 زائد 2 اكس مثلا ب اكس حقناها ب 40 8 من 10، يبقى ال 1 بتاعتي لازم باي حال من الاحوال تزيد عن 2 متر. تمام. طيب انا يا باشمهندس، عشان طالما مثلا انا بصمم عشان ما اضيعش وقت، فانا قلت ايه؟ هلجأ لحسبه بسيطه جدا، ان انا هحاول اخلي الفرق بين ابعاد القاعده مساوي للفرق بين ابعاد العمود، زي ما كنا بنعمل في التصميم العادي. اللي هي ازاي؟ لما كنا بنقول ان ال L1 ناقص ال B1 الفرق بين ابعاد القاعده يساوي مين؟ ال B او ال A ناقص ال B اللي هي الفرق بين ابعاد العمود. ده انا اشتغلت بيه. تمام؟ ممكن انت تشتغل بشكل تاني. اه يا باشمهندس، ممكن تقول له ان مثلا انا عاوز اخلي ان ال L1 تكون يا باشمهندس مثلا بتساوي ال B1 زائد من نص الواحد متر. اخد قيمة مثلا في الحدود دي من نص الواحد متر، يعني ممكن اقول له مثلا ال L1 بتساوي ال B1 زائد مثلا نص متر زائد 6 من 10 زائد متر. تمام؟ انت حر. طيب الفيصل بينا وبين بعض ايه؟ ان انت بتجيب الابعاد بحيث ان الاستريسز ما يزيدش عن الكيو اللي هو بتصيل وما يتولدش تنشف، وبعد كده تعمل بقى يا باشمهندس التشيكات بتاعتك وتطلع التسليح بتاعك. تمام؟ تمام يا باشمهندس. انا هشتغل زي ما انا اشتغلت، ان انا هخلي الفرق بين ابعاد القاعده هي نفسها الفرق بين ابعاد العمود، يعني ال L1 ناقص ال B1 بتساوي 6 من 10 ناقص 4 من 10 اللي هي 2 من 10 متر. فانا قلت ان ال L1 بتساوي B1 زائد 2 من 10 متر. طب انا يا باشمهندس عاوز امشي، يعني لو انت حبيت تقول مثلا انا همشي بالقاعده اللي فوق ديت، ان انا هخلي الفرق بين ابعاد القاعده مثلا في حدود نص متر او متر، يبقى هتقول هنا ان ال L1 بتساوي ايه؟ ال B1 زائد مثلا نص متر. ده كله ليه؟ عشان نيجي نعوض في معادله الاستريس اللي احنا عارفينها. سيجما 1.2 عباره عن ايه؟ بي عند الفاونديشن ليفل مقسوم على ال L1 في B1 اللي هي الاريا بتاعت القاعده في 1 زائد او ناقص 6 الاي مقسوم على ال L1، وده لازم ما يزيدش عن مين؟ عن الكيو الابل سويد. طيب اذا لو انا شلت السيجما 1 ليه؟ لانها المفروض هي اكبر ستريس، وعوضت عنه بالكيو الابل سويد 120، هشيل بي فاونديشن ليفل اللي هي 1100 مقسوم على ال L1 احنا طلعناها B1 زائد 2 من 10 في ال B1 زائد 1.6 في 2 من 10 على ال B زائد 2 من 10 اللي هي ال L1. تمام؟ من هنا طلعت مثلا ال B1 3.40 وال L1 3.60. تمام يا باشمهندس. ابدا اعمل ايه؟ هتشيك على الابعاد دي، هل الابعاد دي محققه شروط الاجهادات ولا لا؟ اه يا باشمهندس تعال نشوف. نحسب بقى سيجما 1.2 1100 على 3.6 في 3.4 في 1 زائد او ناقص 6 في 2 من 10 على 3.6. طلعت ان السيجما 1 اللي هي اكبر ستريس ب 119.83 كيلو باسكال. الله، اقل من الكيو اللي هو بالنت اللي هي 120. خلاص يبقى اوكي. السيجما 2 هلاقيه طالع ب 59.91، اكبر من الصفر، يبقى مفيش تنشن على القعده، يبقى انا حتى الان سيف سايد. ابدا اشتغل ايه بقى؟ احسب السيكنس بتاع البلين كونكريت فوتنج اللي هي تي 1، هاخدها 40 سنتي. ليه؟ لان البي عند الفاونديشن ليفل كان ب 1100 اكبر من 400 كيلو نيوتن. البروجيكشن زي ما احنا متفقين من 8 من 10 لواحد التي 1. طيب التشيك بتاعنا ان احنا ما نعديش الاسترس اللي جاي على الخرسانه تقدر تشيله في التنشن. يبقى الاكس على التي بلين كونكريت لازم يكون اقل من او يساوي جذر التربيع الاف تنشن على 3 كيو اللي هو بالنت. يبقى الاف تنشن كان بيساوي كام؟ قلنا كان بيساوي 4 كيلوجرام على السنتيمتر مربع اللي هي 40 طن على المتر مربع، اللي هي عشان لو انا هشتغل بالكيلو نيوتن اللي هي 400 كيلو نيوتن على المتر مربع. يبقى 400 على 3 في 120، يبقى المفروض ان الاكس بتاعتي تكون اقل من او يساوي 1.054 التي 1. تمام؟ فانا هاخد الاكس بتساوي التي 1 اللي هي 40 سم. طبعا انا كده معايا الابعاد القاعده المسلحه العاديه، اقدر احسب ابعاد القاعده المسلحه ان انا هاخد رفرفه من كل لمبه. يبقى ال L عباره عن L1
اللي هو 3.6 ناقص 2 اكس اللي هي 4.4 تديك 2 متر 80. البي اللي هو عرض القاعدة المسلحة عبارة عن بي 1 ناقص 2 اكس تديك 2 متر 60. الخطة اللي بعد كده الالتيميت لود، يبقى البي التيميت عبارة عن ايه؟ 1.5 في البي عند الجراوند سيرفس اللي هي 1.5 في 1000 تطلع ب 1500 كيلو نيوتن. الخطة اللي بعد كده بقى ايه؟ الالتيميت كونتاكت ستريس. كنا الاول بنقول ان البي على الاريا ار سي، هنا لا، لان عشان الاجهاد غير منتظم فهنرجع نحسب بالقانون تاني سيجما التيميت 1.2 بي التيميت على ال في البي اللي هي ابعاد المسلحه بقى، لان انا بشتغل على المسلحه، في 1 زائد او ناقص 6 الاي مقسومه على ال، يبقى 1500 على 2.8 في 2.6 في 1 زائد او ناقص 6 في 2 على 2.8 معذره، طلع لك ان السيجما 1 ب 294.35 من 100 كيلو باسكال، سيجما 2 التيميت ب 117.74 من 100 كيلو باسكال. ادي شكل الاستريس على القاعده يا باشمهندسين المسلحه. السيجما التيميت 1 اللي هي 294.35 من 100 كيلو باسكال، وادي السيجما التيميت 2. دلوقتي انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز احسب الدبس بتاع القاعده. فكنا بنحسبه ازاي؟ كنا بنحسبه عن طريق المومنت. طيب نحسب المومنت ازاي؟ ده الخطوه اللي جايه. الكريتيكال سيكشن للمومنت زي ما احنا متفقين ان هو بيبقى على بعد على وش العمود. طيب على وش العمود احسب الاس 1 عادي جدا زي ما كنت بحسب، اللي هي عباره عن ال ناقص الاي على 2، يبقى 2.8 ناقص 6 على 2 تديك 2.1. طيب الاس 2 اللي هي في الاتجاه العرضي اللي هي عباره عن ايه بقى؟ 2.6 ناقص البي اللي هي 4 على 2 تطلع ب 1.1. طيب نيجي نبص على الاتجاه الطولي بتاع القاعده، كان عليه ايه؟ سيجما 1 التيميت وسيجما 2 التيميت، تمام؟ طب عند وش العمود بالظبط في اجهاد، انا عاوز احسب قيمته قد ايه؟ طب احسبه ازاي يا باشمهندس؟ بمنتهى السهوله هتقول له ان قيمه السيجما ام يو اللي هي ايه؟ سيجما مومنت التيميت. هجيبها ازاي؟ عندك طريقتين، يا اما تقول له ان انت عندك ادي مستطيل اهو زائد حته زياده اهي. طيب قيمة المستطيل ده يعني تقول له ان السيجما ام يو هتساوي سيجما 2 التيميت زائد قيمة الزيادة دي. طب قيمة الزيادة دي هجيبها بايه؟ هجيبها بتشابه المثلثات. لو انا هاخد المثلث اللي تحت يا باشمهندس كده هخرجه بره بس عشان حضرتك ايه تشوفه كويس، هيبقى المثلث عندك بالشكل ده كده، تمام؟ هنا كده خلاص اهو كويس اهو، معذرة بسم الله. نعملها هنا احسن. كلير. اهو يا باشمهندسين. تمام. طيب قيمة الحتة بقى الصغيرة دي قد ايه؟ خلي بالك انا خدت مين؟ انا ده كده كله معايا ال ال كله، ده ال ال اللي هو 2.8 او 2.8، تمام؟ اللي هو المثلث ده كله. طيب الحتة الصغيرة دي عبارة عن ايه؟ قال لي اه مش عبارة عن سيجما التيميت 1 ناقص سيجما التيميت 2؟ اه، يبقى الحتة دي كده عبارة عن سيجما التيميت 1 ناقص سيجما التيميت 2. حلو. طيب فين السيجما ام يو؟ هنا اهي، ده انا عاوز احسب السيجما ام يو اللي انا عاوز احسبها دلوقتي. طيب احسبها ازاي؟ بالتشابه. لو انا قلت يا باشمهندس دي كده اس 1 يبقى ده ال ناقص اس 1، يبقى لما احب احسب يا باشمهندس الحته دي اللي هي الحته الصغيره دي احسبها ازاي؟ هنسميها بقى دلتا، معلش عشان خاطر احنا لسه هنضيف عليها جزء. يبقى الحته الصغيره دي يا باشمهندس اللي احنا عاوزين نحسبها عباره عن الفرق ده اللي هو سيجما التيميت 1 ناقص سيجما التيميت 2 مضروبه فين بقى يا باشمهندس؟ في ال ناقص اس 1
على ال. دي طريقة. طيب بدل ما اقعد احسب دي حسبة مش ممكن اجيبها من العكس، ازاي؟ هعتبر ان الكبير عندي ده اللي هو المساحة الكبيرة دي كلها، فهقول له ايه؟ ان السيجما، خلي بالك هنا بقى معلش معذرة كده، السيجما ام يو بالحالة اللي احنا قلناها دي هتبقى عبارة عن كام؟ سيجما التيمت 2 زائد القيمة دي اللي هي فرق السيجمات اللي هي سيجما التيمت 1 ناقص سيجما التيمت 2 مضروبة في ال ناقص اس 1 على ال. تمام، ده قانون. طيب لو انا عاوز احسبه بقى من بدل ما احسب ال ناقص اس 1 احسبه بالاس 1 بس، هقول له ان السيجما ام يو هتساوي ايه بقى؟ هتساوي سيجما التيمت 1، هعمل منها ايه بقى؟ هطرح منها الجزء الصغير ده اللي تحت اللي هو عباره عن ايه؟ برضو فرق السيجمات زي ما هو، اللي هي سيجما التيمت 1 ناقص سيجما التيمت 2 في مين بقى؟ في اس 1 على ال. بأي طريقة تقدر تحسبها. طيب حسبنا يا باشمهندسين، تمام، حسبنا السيجما ام يو، تمام، طلعت بكام؟ ب 224.97 كيلو باسكال. حلو قوي يا باشمهندس. طيب عاوز احسب بقى قيمه العزم بقى، احسبه ازاي؟ قال لي اه انت عندك هنا عندك شكل ترابوزيه ده دلوقتي بقى للعزم، حاجه بالشكل ده كده، تمام، اهو ده سيجما ام سيجما التيمت 1 وده سيجما ام يو، ده القطاع الحريق في العزم بتاعه، تمام. عاوز احسب بقى يا باشمهندس ايه؟ عاوز اجيب العزم نتيجه الستريس بالشكل ده. قال لك هتجيبه يا باشمهندسين، قسم ده كده جزء، ده عندك مستطيل ومثلث، تجيبه ازاي؟ اه يبقى سيجما ام يو مضروبه في اس 1 تربيع على 2، تمام، احنا هنا كده عند القطاع الحرج في العزم، يبقى سيجما ام يو في اس 1 تربيع على 2. طيب زائد نجيب العزم نتيجه المثلث ده، هيبقى عباره عن ايه بقى؟ مساحه المثلث عباره عن سيجما التيمت 1 ناقص سيجما ام يو، تمام، في القاعده بتاعتي اللي هي الاس 1 في نص، تمام، عشان خاطر احسب قيمه المساحه. مضروبه فين بقى؟ مضروبه هتركز في التلت من القاعده، مضروبه في 2 على 3 الاس، في 2 على 3 الاس. هتصفي معاك ايه يا باشمهندس؟ هتصفي معاك ان ده عباره عن مساحته هتبقى نص في الاس 1 في الارتفاع بتاعه اللي هو السيجما التيمت 1 ناقص سيجما ام يو، تمام كده احنا جبنا مساحه الاستريس في ذراع العزم بتاعنا اللي هو 2 على 3 اس 1، شيل ال 2 مع 2 هيبقى معاك سيجما التيمت 1 ناقص سيجما ام يو في اس 1 تربيع على 3، تمام. لو خدنا اس 1 تربيع عام مشترك يبقى معاك سيجما ام يو على 2 زائد سيجما التيمت 1 ناقص سيجما ام يو على 3. هنعوض يا باشمهندس، تطلع ان العزم عندي عند وش العمود العزم الحرج 164.1 كيلو نيوتن متر لكل متر طولي من العرض. طيب في الشورت دايركشن بقى يا باشمهندس، في الاتجاه الثاني، في الاتجاه الثاني يا باشمهندس هلاقي ان الاستريس ده عمال يتكرر على كامل مساحه القاعده. يعني ايه؟ يعني القاعده بتاعتي لها عرض كده، الاستريس ده مكمل بنفس الشكل كده، مكمل ان هنا سيجما التيمت 1 لكل متر بقى، وهنا كده سيجما التيمت 2. فهعمل ايه؟ هروح جايب الاستريس ده مسيحه على بعضه كده وجايب الافريج بتاعه، فهحسب السيجما افريج في الاتجاه العرضي. السيجما افريج عباره عن ايه بقى؟ سيجما التيمت 1 زائد سيجما التيمت 2 على 2، دي زائد معلش هتساوي 206. معلش نراجع بس براجع ورايا الارقام عشان ممكن اكون ايه غلطت في اشاره ولا حاجه، بس هنشتغل على الارقام حاليا. يعني يبقى 294.35 دي اللي هي السيجما التيمت 1 اللي هي ايه، زائد 117.74 على 2، دي 117.74.
على 2 يطلع ب 206.45 كيلو باسكال. يبقى قيمة العزم بقى في الاتجاه التاني اللي هو الاتجاه ده كده اتجاه واي عبارة عن ايه بقى؟ سيجما افريج مضروبة في اس 2 تربيع على 2 يبقى هيبقى يساوي 206.45 في 1.12 تربيع على 2 يطلع 124.66 كيلو نيوتن متر لكل متر طول. طيب احسب الدبس بقى سي 1 جذر ام التيمت على الاف سي يو في البي داش 5 164.1 على 25 في 1000 في البي داش اللي هي شريحة 1 متر يطلع بمحتاج .41 متر. فانا هاخدها الدي 55 سنتي الكفر 5 التي 60 سنتي. التشيك بتاعي على مين بقى؟ اول التشيك بالنسبة لي هو تشيك الشير. تشيك الشير على بعد من كام؟ دي على 2 من وش العمود. طيب يا باشمهندس يبقى دي على 2 انا كان عندي اس 1 بكام؟ ب 1.1 همشي دي على 2 يعني همشي 27 سنتي ونص. يبقى الاس بتاعتي عبارة عن كام؟ .825. المطلوب مني دلوقتي اعمل ايه؟ احسب قيمة الشير او الاسترس عند القطاع الحرك في الشير اللي هو سيجما شير الت بنفس فكرة السيجما ام الت اللي هي هيبقى عبارة عن ايه؟ يبقى السيجما شير الت هتساوي سيجما التيمت 1 اللي هي الكبيرة دي ناقص هطرح منها بقى ايه؟ الجزء الصغير اللي تحت ده اللي هو عبارة عن ايه؟ سيجما التيمت 1 ناقص سيجما التيمت 2 في مين بقى؟ انا اني شغال بالظبط على المثلث ده كده عاوز احسب الحتة الصغيرة الزرقاء اللي تحت دي ماشي. انا كده جبت القاعده بتاعته اللي هي فرق الاثنين استرس في الاس على ال. ده اللي انا عملته هنا كده طلعت قيمه ان السيجما شير التيميت بكام؟ ب 242.31 كيلو باسكال. هعمل ايه؟ الاقي ان الاسترس ده ماشي بكامل العرض بتاع القاعده نفس الفكره زي ما احنا قلنا في الاتجاه العرضي. فهنعمل ايه؟ فهاخد السيجما شير التيميت والسيجما 1 التيميت ده واحسب لهم الافريج. يبقى الافريج بتاعتي في حساب الشير سيجما التيميت 1 زائد سيجما شير التيميت على 2 يطلع 268.33 كيلو باسكال. دلوقتي اقدر احسب الشير فورس عادي جدا اهي خلاص معايا ستريس هضربه في البي هضربه في الاس يبقى 268.33 في الاس .825 في البي اللي هي 2.6 يطلع ان التوتال شير ستريس عند القطاع الحرج بكام؟ 575.6 كيلو نيوتن. طيب السيجما الاسترس بتاع الشير بقى عباره عن ايه؟ كيو شير التيميت مقسوم على البي في الدي ب 575.6 ده 2.6 في 55% يطلع كام؟ ب 402.53 كيلو باسكال اللي هي تقريبا 403.000 نيوتن على ملي متر تربيع. الكيو كونكريت التيميت اللي هي 16% جذر اف سي يو على الجاما سي يطلع بوينت 5 بوينت 653 نيوتن على ملي متر تربيع. هلاقي ان الاكشوال اقل من الاول يبقى القطاع بتاعي سيف في الشيب. نيجي الخطوه اللي بعد كده هي التشيك اوف بانش زي ما قلنا دي على 2 من وش العمود. احسب ال بانش الاقيها عباره عن ايه؟ الاي اللي هي طول العمود زائد الدي يطلع ب 1.15 متر العرض اللي هي البي زائد الدي اللي هي 95% متر. محيط البنش اللي هي 2 طول زائد العرض يطلع 4.2 متر. بما ان احنا قلنا ان الاسترس ده عمال يكرر نفسه لكل متر من العرض كده يعني ايه كل متر عليه نفس قيمه الاسترس فانا اعمل ايه؟ هسيح الاسترس تحت القاعده يعني هحول الاسترس النون يونيفورم اللي احنا كنا شغالين عليه سيجما التيميت 1 وسيجما التيميت 2 ده هحسبه هحوله للاسترس اليونيفورم ده اللي هو السيجما افريج اللي احنا قلنا عليه اللي يطلع بكام؟ 206 و دي معلش هتبقى 117 زي ما احنا كنا شغالين وكذا 206.045 اللي هو السيجما افريج اللي احنا اشتغلنا عليه. احسب البانشنج عادي خالص اللي هي سيجما افريج في ال في البي ناقص مساحة ايه؟ الجزء اللي اداش ده هل ايه عبارة عن كام؟ هل ايه عبارة طالع 1274.9 كيلو نيوتن اقسمه على البريمتر في الدي يطلع بكام؟ تقريبا ب 552.000 نيوتن على ملي متر تربيع. احسب الالاول بتاعي بقى 316.000 جذر 25 على 1.5 يطلع ب 1.29% 316.000 في نص زائد البي على الاي جذر اف سي يو على الجاما سي هلاقيها طالعه ب 1.51% 0.8 في الفا
دي على البي نود زائد 2 من 10 جذر اف سي يو على الجاما سي، يبقى طبعا الفا ب4 عشان العمود الداخلي، يدي 55 من 100 على 4.2 من 10 يطلع 2.36 من 100، يبقى اقل قيمة في دول كلهم اللي هي 1.29 من 100 لازالت اكبر من ايه، من الاكشوال، يبقى القطاع بتاعي ده سيف في الباتش. يبقى اذا القاعدة بتاعتي دي سيف، الدبس بتاعي سيف. ناقصني مين بقى؟ ناقصني ان انا احسب التسليح. هحسب التسليح في الاتجاه الطويل اللي هو الاتجاه ده كده، الاتجاه ده كده، تمام، اللي هو عبارة عن كام؟ احنا جبنا الام ماكسيموم على الاف سي يو في البي داش في الدي، 164.1 كيلو نيوتن متر على 25 في 1000 في 55 من 100 تربيع، يطلع 0.022. طبعا هلاقي ان دي اقل من 5 من 100، فاضربها في 1.2 من 10 بدل ما اخش للتشارت، يطلع ب3 من 100. احسب الاريا ستيل اوميجا في الاف سي يو على الاف فيلد في البي داش في الدي، يبقى 3 من 125 على 360، البي داش احنا واخدين شريحة متر اللي هي 100 سنتي، في الدي 55، يطلع انا محتاج 11.46 من 100 سنتي متر مربع لكل متر طول. فانا هستخدم كام؟ 6.16 على المتر، اللي هي تقريبا هتلاقيها اكبر من 12 سنتيمتر مربع لكل متر طول. طيب في الاتجاه التاني بقى، الاتجاه القصير اللي هو الاتجاه ده، اللي هو اتجاه واي ده، التسليح بتاعه كان العزم اللي طالع في الاتجاه ده 124.66 من 100 على الاف سي يو 25 في 1000 عشان نحولها لكيلو نيوتن على متر مربع، في 55 من 100 تربيع، يطلع 0.016، فالاوميجا تطلع 0.02. الان ده انا محتاج 7.64 من 100 سنتيمتر مربع لكل متر طول. طيب اللي تشك بالنسبه لي مين؟ هي الاريا ستيل مينيمم. الاريا ستيل مينيمم قلنا بناخد القيمه الاكبر من قيمتين، 6 من 10 على الاف يلد في البي في الدي، او 15 من 100% في البي في الدي لو كان هاي جريد ستيل، ولو كان مايلد ستيل هتبقى 25 من 100% في البي في الدي لو كانت مايلد ستيل، يعني كان الاف يلد بتاعته 240 او 280. تمام، بما اننا الستيل بتاعنا 360 في هاي جريد، يبقى هناخد القيمه الاكبر من القيمتين دول. هلاقي ان 6 من 10 الاف يلد في البي داش في الدي طالعه ب 917 ملي متر مربع لكل متر طولي، اللي هي 5.16 على المتر. ولقى ان القيمه الثانيه طالعه لي كام؟ 8.25 سنتيمتر مربع لكل متر طولي، فالقيمه الاكبر منهم اللي هي 917. فانا هاخد في الاتجاه ده ايه؟ في الاتجاه القصير هلاقي ان طلع الاريا ستيل بتاعتي اقل من المينيمم، فانا هاخدها المينيمم اللي هي 5.16. الخطوه اللي بعد كده بقى ايه؟ اللي هي الديفلوبمنت لينس. المعادله الاصليه زي ما قلنا في الكود المصري بتحسب من المعادله دي، الفا في البيتا في الايتا في الاف يل على الجاما اس في الفاي مقسوم على 4 في الاف بي يو. الاف بي يو دي هي مين؟ اجهاد التماسك بين الخرسانه وحديد التسليح. المعادله بتاعته 3 من 10 جذر اف سي يو على الجاما سي نيوتن على المليمتر تربيع، تمام. طب ايه الالفا والبيتا والايتا؟ الالفا دي معامل تصحيح بيتوقف على شكل طرف السيخ، هل هو بجنش، هل هو من غير جنش، هل هو ايه، حديد ملحوم وخلافه، وده موجود في الجدول ده. طب احنا الاسخ بتاعتنا عشان بنعملها برجل، فهناخدها ايه اللي هي بجنش، فهناخد الالفا بتاعتنا ب 75 من 100، تمام. طيب الحالة الثانية البيتا، قالك البيتا ده معامل تصحيح بيتوقف على نوع سطحة السيخ. طيب لو هو حديد املس اللي هو المايلد ستيل، في الشد بناخد البيتا بواحد وفي الضغط ب7 من 10. طب هو السيخ زونوتوآت، احنا شغالين على زونوتوآت، يبقى في الشد هناخده 75% وفي الضغط هناخده 45%. حلو، الايتا بقى قالك ده معامل يتوقف على موقع السيخ، قيمته 1.3 من 10 الأسياخ الأفقية المعرضة للشد والتي يزيد سمك الخرسانة المذبوبة أسفلها عن 300 ملليمتر، ويساوي 1 لجميع الحالات. إذا أنا لو خدت أقصى قيمة له اللي هو مين؟ 1.3 من 10، عوضنا في المعامل في المعادلة بتاعتنا دي، يبقى 75 من 100 في 75 من 100 في 1.3 من 10 في 360 على 1.15 من 100 مقسومة على 4 في 3 من 10 ب1.2 من 10 جذر 25 على 1.5 في قيمة القطر، هطلع منها ال ال دي. طيب القطر وضع لك قيمة مينيمم ما تعدهاش، حتى لو ايه، لو انت طالع من المعادلة دي قيمة معينة، قال لك ان برضو ال ال دي لا يقل بأي حال من الأحوال عن 400 ملي او 35 الفاي ايهما اكبر للاسياخ الملساء، او 40 الفاي او 300 ملي في الاسياخ ذات النتوءات. احنا شغالين اسياخ ذات النتوءات، يبقى في كلتا الحالات او في اسوأ الظروف ان ال ال دي بتاعي لا يقل عن 300 ملي او
40 الفاي ايهما اكبر؟ تمام، دي في اسوأ الظروف بتاعتنا. يعني اذا احنا لما كنا بناخد 60 الفاي فاحنا كنا كده ايه، مأمنين نفسنا بزياده. تمام، اهو طلعنا مثلا ال دي طالع عندك بكام، ب 747.63 ملي متر. هل انا اكبر من ال 40 الفاي؟ يبقى انا في السيف سايد، واكبر من 300 ملي كمان. اذا ال دي بتاعي لو خدته ب 747.63 يبقى انا كده محقق ال دي بتاعي. طيب احنا كنا بنقول ال 60 الفاي كان بكام؟ 960 ملي متر. يعني احنا كنا مأمنين نفسنا بزياده كمان. تمام، طيب قال لك ايه، في الاوعده المستطيله ساعات بنحتاج ان احنا نكثف الحديد في العرض بتاع القاعده في تحت العمود في مسافه اسمها البي. طيب ايه هي البي دي بقى؟ اهو قال لك ان قيمه او نسبه حديد التسليح في منطقه التمركز الى اجمالي التسليح في الاتجاه القصير اللي هو الاتجاه الواي ده، تمام، عباره عن ايه؟ 2 على ايه زائد ايه على البي زائد 1. طب ايه هو الايه؟ قال لك ده البعد الطويل للقاعده، تمام، اللي هو ال بالنسبه لنا احنا هنا. البي بقى قال لك البي ده هو الماكسيمم من قيمتين، البعد القصير للقاعده اللي هو البي، او طول العمود اللي هو الاي سمول اللي احنا كنا بناخده زائد الدي. تاخد القيمه الكبيره منهم دي بقى هو ده البي سمول اللي احنا بنتعامل معاه في القانون ده. لما نيجي الاي هنا قال 2.8، البي قال لك هي الماكسيمم 2.6 او 1.15 يبقى 2.6. يبقى قيمة الحديد التسليح اللي انت محتاج تركزه الى حديد التسليح بتاعك في الاتجاه ده اللي هو كان كام؟ كان طلع 917. هلقى طلع كام؟ 2.5.037. يعني ايه؟ يعني قيمة الحديد التسليح اللي هيتركز قيمته كام؟ 2295.251. بس فين؟ هيتركز في المنطقة دي كلها، في البي كابتن، في البي. يعني قيمة التسليح دي اللي هي 2295 دي المفروض تكون متركزة في 2.6، يعني في المتر الطول الواحد انا محتاج كام؟ 882.78 ملي متر مربع لكل متر طول. طب انا اساسا كنت حاطط في المتر الطولي 917. اذا يا باشمهندس انا مش محتاج اعمل تكثيف. ليه؟ لان انا حاطين اللي احنا حاطينه في المتر الواحد اكبر من اللي انا كنت هكثفه. تمام، تبقى الخطوه اللي باقيه لنا ان احنا نرسم التفصيله بتاعه التسليح، ترسم القاعده بتاعتك، تحط ابعاد العمود، التسليح بتاعك في الاتجاه الطويل كان 6.16، في الاتجاه القصير كان 5.16. قلنا ال ال دي عشان العمود عليه عزم، قلنا الحته دي كنا بناخدها 60 الفاي. تمام، رجل العمود جوه القاعده زي ما احنا متفقين تخش ال دي. تمام، وقلنا لو انت عاوز توفر كنت بتحسب الطول ده اللي هو ايه، من اللي هو كان اس واحد اللي هو كان 1.1 ناقص الكفر اللي هي 5 سنتي، هيطلع 1.5. هتلاقي ان انت عندك 1.5 متر، وانت اصلا ال ال دي بتاعك كان بحوالي 1.70. يعني لو قلنا 75 سنتي يبقى مازال في السيف سايد. يبقى انت اذا ممكن القاعده بتاعتك بدل ما هتشتغلها يو في كل اللي على كامل اتجاه القاعده، لا ممكن تشتغلها ال بالتبادل. تمام، عاوز تامن نفسك وتاخدها يو في الاثنين، انت ده اتس اب تو يو. دي الحاله الاولانيه لو كان مش مدين او مش عامل لي اجبار على ستريس تحت القاعده. طب الحاله الثانيه بقى لو هو بقى ايه، كان اجبرني على قيمه معينه للستريس تحت القاعده. هنشرح ازاي نجيب الدايمنشن فقط وبقيه المساله او بقيه الستبس نفس الخطوات اللي فاتت. قال لك المساله ايه، ديزاين ان ايزوليتد فوتنج تو سبورت اقلم لود 1200 كيلو نيوتن، وكان عليها عزم 400 كيلو نيوتن متر، والالاو بيرنج كاباسيتي كانت 200 كيلو باسكال، والكولم الكولم دايمنشن 30:60. قال لك ايه بقى؟ قال لك ان الريشيو بتوين الاستريسز على السويل ايكوال 3. يعني ايه؟ يعني ان السيجما 1 على السيجما 2 بتساوي 3. هنا انت هتجيب الابعاد بناء على الاسترس بقى. ازاي يا باشمهندس؟ تعال نشوف. اول حاجه احنا هنحسبها زي ما كنا شغالين، ان البي فاونديشن ليفل 1.1، بي جراوند سيرفس يبقى 1320. الاكسنتريستي عباره عن ايه بقى؟ قال لي عباره عن ام على البي اند فاونديشن ليفل، تطلع تقريبا 3 من 10 متر. طيب واحنا كنا بنقول ان السيجما 1
2 كانت عبارة عن كام بقى؟ بي فاونديشن ليفل مقسومة على ال واحد في البي واحد، تمام؟ في مين بقى؟ في واحد زائد أو ناقص 6 الإي مقسومة على ال واحد. حلو الكلام؟ طيب أنا هنا بقى إيه؟ قلت لك إن السيجما واحد بتساوي 3 السيجما 2. طيب يعني أقدر أقول له إيه؟ يبقى البي فاونديشن ليفل مقسومة على ال واحد في البي واحد في واحد زائد 6 الإي مقسومة على ال واحد. ده قيمة مين؟ ده قيمة السيجما واحد. الكلام ده كله مقسوم على البي عند الفاونديشن ليفل على ال واحد في البي واحد في واحد ناقص 6 الإي مقسوم على ال واحد. الكلام ده كله بيساوي كام؟ بيساوي 3. لما نشيل ده مع ده يبقى لك ايه؟ ان السيجما واحد على السيجما 2 واحد زائد 6 الاي على ال واحد مقسوم على واحد ناقص 6 الاي على ال واحد المفروض انها تساوي كام؟ 3. طب ما تيجي نعوض كده، المجهول اللي عندك الوحيد في المساله دي هو مين؟ هو ال واحد. يبقى واحد زائد 6 في 3 من 10 على ال واحد مقسوم على واحد ناقص 6 في 3 من 10 على ال واحد بيساوي 3. من هنا طلعنا ال واحد بكام؟ ب 3 و6 من 10. كده ناقص لي مين بقى؟ ناقصنا اطلع البي واحد. طب الشرط اللي هيخلينا نطلع البي واحد ايه؟ ان السيجما واحد لا تزيد عن الكيو الاوبل. سوري، نيجي نشوف القانون بتاعي. السيجما واحد يبقى 1320 على ال واحد اللي هي 3 و6 من 10 في البي واحد اللي انا عاوز اجيبها في 1 زائد 6 الاي على 3 و6 من 10 ان هي تكون مالها اقل من 200. من هنا اطلع البي واحد بكام؟ ب 2 و8 من 10 متر. اعمل تشيك على الابعاد بتاعتي، يبقى 1320 على 3 و6 في 2 و8 في 1 زائد 3 من 6 في 3 من 10 على 3 و6، الاقي ان السيجما واحد لاقصى اجهاد يطلع 196 و34 من 100 اقل من الكيو الاوبل سويل، يبقى سيف. السيجما 2 65 43 من 100 اكبر من الصفر نو تنشن، يبقى الاجهاد بتاعي على التربه كده زي الفل. احسب السيكمس عادي زي ما كنت بحسب والرفرفه عادي زي ما كنت بحسب، بطلع ابعاد القاعده المسلحه بتاعتي. يبقى الابعاد المسلحه 3 في 2 و2 من 10. احسب البي التيمت عادي 1.5 عند البي عند الجراوند سيرفيس، يبقى 1800. احسب بقى الالتيمت كونتاكت ستريس، بي التيمت على اللي في البي عادي، اطلع السيجما التيمت 1 والسيجما التيمت 2 مفيش فيها مشكله. احسب القطاع الحرك في عند العزم، واحسب السيجما ام يو، واحسب الشير، نفس خطوات المساله اللي فاتت. كده يا باشمهندسين نكون بفضل الله خلصنا شرح القاعده اللي عليها عزوم ريفرسابل. ان شاء الله هنشوفكم في فيديو تاني. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.